بدأنا بالحلق بالمجموعة الستة، النهاردة هناخد الخامسة وهكذا الرابعة الثالثة الثانية لغاية إن شاء الله لما تبقى الحلقة، يعني في الحلقة الستة هتبقى حلقة منتخب مصر، هتبقى غالبا قبل المباراة بيوم أو يومين إن شاء الله هنخصص لها حلقة خاصة حلقة منتخب مصر. النهاردة إن شاء الله هنبدأ حلقتنا بالمستوى الرابع، هنبدأ بأول منتخب، منتخب أنجولا، بعد أنجولا هناخد موريتانيا، بعد موريتانيا هناخد مالي، وبعد كده هنختم بالمنتخب الأبرز طبعا منتخب تونس. يمكن أول منتخب معانا منتخب أنجولا زي ما قلنا، بيدربهم المدرب الصربي سردان فاسيلوفيتش. يمكن المدرب ده عنده 46 سنة، المدرسة الصربية. أفضل إنجازات أنجولا، يمكن أفضل إنجازاتهم اتأهلوا لكأس الأمم 8 مرات، طبعا اتأهلوا لكأس العالم عام 2006، ده يمكن أبرز إنجازات منتخب أنجولا. برضو جايبين نقط، يعني بعض النقط الجديدة، الإضافات على المنتخبات زي اللغة. اللغة في أنجولا بيتكلموا برتغالي، أشهر أكل عندهم اسمها أكل الدجاج موامبا، يعني فراخ اسمها موامبا. القيمة التسويقية للعيبة عندهم 24 مليون يورو و260 ألف. متوسط الأعمار، احنا الحلقة اللي فاتت شفنا متوسط الأعمار كان 25-26، متوسط الأعمار في منتخب أنجولا كبير شوية 27.7، كان ده متوسط الأعمار. نخش على طول في الفنيات بقى، أرقام المدرب معانا، المدرب الصربي فاسيلوفيتش زي ما قلنا عنده 46 سنة، وعنده ليه رقم مميز قوي مع منتخب أنجولا، أنه ما خسرش غير مباراة واحدة، من يمكن لعب معهم 7 مباريات قدامنا، هو ماسكهم من سنة كام نركز بقى، في 10 ديسمبر 2017 لعب معهم 7 مباريات، كسب 4، اتعادل 2، خسر 1، يعني خسر ماتش واحد بس من 7، رقم كويس جدا. احرز لاعبه انجولا، رغم ان انجولا يا جماعه في التصنيف الرابع، احرز لاعبه انجولا 11 هدف، وهنتكلم على خطوره في لعيبه، في بعض لعيبه في انجولا نركز معاهم في كاس الامم، لعيبه مميزه قوي، دخلت شباكهم اهداف 6، الشباك النظيفه 2. نبص على التشكيل المتوقع بتاع منتخب انجولا، بيلعبوا 4-2-3-1. حارس المرمى توني، ده بيلعب في اول اغسطس، عنده 33 سنه زي ما قلنا، متوسط الاعمار في منتخب انجولا كبير. الاثنين المساكين باستوس، وده بيلعب في لاتسيو الايطالي اللي هو رقم 15، قيمته التسويقيه كام؟ 4 مليون يورو. المساك الثاني اللي هو بواتو، بيلعب في ريو افي برضه في البرتغال طبعا. المساك الباك الشمال بايزو، بيلعب في اول اغسطس. الباك اليمين كوريا، بيلعب في اول اغسطس. الاثنين الارتكاز هيرنيلسون، بيلعب في انجولا، والارتكاز الثاني اسمه شو، بيلعب في اول اغسطس الانجولي. الرباعي الامامي الخطير رقم 9 فريدي، بيلعب في انطاليا سبور التركي، عنده زي ما قلنا هنجيب النادي وهنجيب السن، بيلعب في انطاليا سبور التركي، عنده 29 سنه. جالما رقم 7، وده من اخطر لاعيبه انجولا، بيلعب في الانيا سبور التركي. نيجي بقى الاهم اثنين في منتخب انجولا واللي هنبرزهم بالارقام بشكل واضح، رقم 17 ماتيوس، بيلعب في الدوري البرتغالي، عنده 33 سنة وهو كابتن منتخب أنجولا في البطولة، رقم 17 اللي هو ناحية الشمال. ده عنده كم مباراة دولية؟ عنده 36 مباراة دولية، أكتر لاعب في منتخب أنجولا لعب مباريات دولية. نيجي لأخطر لاعب في منتخب أنجولا وهو جيلسون دالا، نفتكر الاسم ده يا جماعة ونركز معاه بشكل كبير قوي. اللاعب ده احنا هنخصص له فقرة كده لوحده فنية. جيلسون دالا قيمته التسويقيه 1.5 مليون يورو، بيلعب في ريو افي، الفريق اللي هو البرتغالي اللي كان بيلعب فيه النجم المصري احمد حسن كوكا. لو بصينا على الشاشه، جيلسون دالا دوت اللي هو رقم 10 مميز بايه؟ مميز ان هو بيتحرك على، مميز بتحركاته على الاطراف بشكل مميز جدا. يعني جيلسون دالا ده اللي هو رقم 10، نبص نلاقيه بيتحرك يمين وشمال يمين وشمال، بيبنوا عليه الهجمه من تحت. يعني ممكن هم لعبهم اسلوب اللعب المباشر اللي هو اللعب التمرير الطولي من الخلف، فدايما اي مدافع من ورا تلاقيه لعب تمرير طولي لجيلسون دالا اللي بيتحرك بشكل مميز جدا على الاطراف. يعني بص الكره دي هتستمر، ادي جيلسون دالا ده اللي معاه الكره، ده المهاجم، ده بيستلم وبيلف وبيحط جون جميل جدا. يعني مهاجم يستحق المتابعه، رقم 10 في منتخب انجولا، دايما هم يعني هو مش صريح، يعني هو مهاجم متحرك وصريح في نفس الوقت، بيتحرك على الاطراف بشكل مميز جدا وبيطلعوا عليه، بياخد معاه المساك ويعمل عرضيات، غير ان كمان الفينش بتاعه عالي، يعني تهديفيا عالي، بيفتح مساحات بشكل مميز قوي لزملائه بتحركه على الاطراف، عنده اسيست عالي. يعني لو بصينا في ارقامه، احنا قلنا منتخب انجولا مسجل كام هدف؟ 10 اهداف، تخيلوا ان اللاعب اللي قدامنا على الشاشه اللي هو رقم 10 ده متسبب في 6 اهداف، اللي هو جاب الجون ده.
اللي هو اللي رقص وعدى وحطها بشماله، جايب كام جون؟ 10 اهداف مع منتخب انجولا، جايب متسبب في 6 اهداف من 10، يعني 60% من الاهداف متسبب فيها الراجل ده. مسجل هدفين اللي هو المهاجم ضالة، احرز هدفين وصنع 3 وتسبب في ركله جزاء. يبقى احرز هدفين صنع 3 زي ما قلت لحضراتكم، هو بيتحرك على الاطراف فبيصنع اهداف بشكل مميز، يبقى 2 و3 5 وتسبب في ضربه جزاء، يبقى كده كام؟ 6 اهداف لوحده متسبب فيهم المهاجم ضاله اللي هو رقم 10 من 10 اهداف لمنتخب انجولا، يعني نسبه 60%، مهاجم مميز جدا. لكن لو عرضنا كمان ابرز اللاعبين هنبص على ارقامه هو والراجل ماتيوس. ماتيوس هو هداف الفرقه، يعني احنا قلنا عندهم ايه ابرز 2 لعيبه، جيلسون دالا اللي هو المهاجم قلنا ان هو بيتحرك على الاطراف بشكل كويس جدا، بيفتح مساحات لزمايله، الفينش بتاعه عالي زي ما شفنا، الهدف بتاعه عدى من واحد وراح حاططها بشماله، هداف بشكل كويس جدا. اللاعب الثاني ماتيوس اللي هو كابتن الفرقه، ادي ارقام اللعيبه، اول واحد اللي هو ماتيوس الجناح الشمال بيلعب في بوافيشتا البرتغالي رقم 17، هو الكابتن، عنده 34 سنه، لعب 30 مشاركه، احرز 5 اهداف وصنع 3، ده في الدوري البرتغالي. المهاجم الثاني اللي احنا هنركز معاه قلنا في البطوله جيلسون دالا، بيلعب في ريو افي البرتغالي، عنده كام سنه؟ 22 سنه، يعني لعيب صغير. نبص على رقم الاسيستات بتاعه هنلاقي 6 اسيست، تخيلوا لما يبقى راس حرب عامل 6 اسيست، جايب صانع اكتر من ما مسجل، ده دليل ان هو ايه بيتحرك على الاطراف بشكل كويس، وهناكدها برده بالصور. اللاعب الرابع جالما، جالما ده اللي هو اللعيب الاشول اللي بيلعب بشماله ناحيه اليمين، بيلعب في تركيا، عنده 32 سنه، لعيب مهاري، احرز 4 اهداف في 28 مشاركه وصنع 5 اهداف. نبص على الصور ازاي هم سجلوا الاهداف بقى، ناكد كلامنا زي ما قلنا ان دول اخطر لعيبه، عايزين ناكد كلامنا ازاي هم بيسجلوا الاهداف. هنبص نلاقي ان هم منتخب انجولا مسجل زي ما قلنا كام هدف، 8 اهداف في 5 مباريات تحت قياده المدرب الصربي، منهم 4 اهداف من كرات عرضيه، يعني 50% من الاهداف من كرات عرضيه، هدفين من تسديدات وهدف ضربه جزاء وهدف تمرير طولي في العمق. اهم جملتين في منتخب انجولا الجملتين اللي جايين دول. مين اكتر لاعب تاثير؟ هو المهاجم جيلسون دالا، قلنا متسبب في 6 اهداف من 8، مش صنع 3، سجل 2 اتسبب في ضربه جزاء. طب مين الاكتر تهديف؟ اللي هو ماتياس رقم 17 اللي هو جايب 4 اهداف، قدرته التهديفيه عاليه، مميز بالتسديدات من خارج منطقه الجزاء اللي هو رقم 17. لما نبص على الصور، الصوره اللي بعدها هنبص نلاقي ادي جيلسون دالا اهو اللي عليه الدايره ده، يعني هات هنا جيلسون دالا اللي عليه الدايره ده يا جماعه، هو بيتحرك على الاطراف بيطلعوا عليه ازاي؟ مهاجم صريح يتحرك على طول، تلاقيه ورا اهو ورا الباك الشمال في المساحه ما بين الباك الشمال وما بين المساك الايسر، بيتحرك على الاطراف بشكل كويس جدا. دي الصوره، كمل الصوره اللي بعدها هنلاقي ان هو اتحرك على الاطراف واخد معاه الدفاع وعمل عرضيه. الصوره اللي بعدها هنبص اللي هي جت جون اللي هو ماتياس، دي كربونه لمنتخب انجولا. اللي هيحصل في منتخب انجولا ان هي هتتلعب لجيلسون دال على الاطراف ناحيه اليمين او ناحيه الشمال، هات الصوره اللي بعدها هتلاقيها ناحيه الشمال نفس الكلام، ده مدافع انجولا اللي عليه الدايره، اللي عليه الدايره، ازوم الصوره، المدافع اللي عليه الدايره قرب من الصوره اللي جوه يعني عشان الناس تشوفها، قرب الصوره اللي جوه، هتلاقي ان المدافع لعب تمرير طولي لجيلسون دالا اللي اتحرك على ايه؟ على الاطراف اهو ناحيه الشمال، برضه الكره بتتلعب له تمرير طولي بيحضروا عليه الهجمه، اهم لعيب في منتخب انجولا ده، لو اتمسك يبقى انت مسكت 60% من قوه منتخب البرتغال، منتخب انجولا سوري. اذا لما بيتحرك على الاطراف بشكل مميز جدا زي ما احنا شايفين، كمل الصوره اللي بعدها اهو ناحيه الشمال عمل عرضيه زي ما احنا شايفين جت هدف. اذا جيلسون دالا لاعب يستحق المتابعه في كاس الامم الافريقيه مع منتخب انجولا. بص على الصوره اللي بعدها هنلاقي الكره جت هدف، عملها عرضيه وجت هدف. نبص بقى توقيت تسجيلهم للاهداف، اهم ميزه في الرسم البياني اللي قدامنا ان منتخب انجولا بيسجل الشوط الاول اكتر من الشوط الثاني، بيسجلوا 5 اهداف في الشوط الاول من 8 بنسبه كام؟ 62% من 62.5% من اهداف انجولا بتيجي في الشوط الاول. ديت اهم او مفاتيح او ابرز نقط في منتخب انجولا. نيجي بقى لنقاط الضعف. نقاط الضعف في منتخب انجولا، هم عندهم بصراحه مشاكل دفاعيه في الرقابه، سواء بقى في الضربات الركنيه او في الضربات الثابته، يعني اول حاجه مثلا هو جه فيهم 3 اهداف ضربه ركنيه اللاعب سجلها بدون اي رقابه، ضربه ثابته برضو، اذا عندهم مشكله في الكرات العرضيه سواء من الضربات الركنيه او الضربات الثابته، وهدف جه منهم في اختراق من العمق. لو بصينا على الصوره هنبص نلاقي هدف، الصوره برضو الهدف جه من خلال كره عرضيه اللاعب بدون اي رقابه سجلها، ادي الصوره
جت هدف. ادي اللاعب واقف لوحده خالص وحوالي 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 لعيبه من منتخب انجولا واقفين بيتفرجوا عليه غير حارس المرمى. اذا عندهم دفاع عشوائي سهل ان انت تسجل فيه. دي مشكله منتخب انجولا، زي ما قلنا ان هم مميزين، عندهم اثنين لعيبه مميزين قدام، عندهم مشاكل دفاعيه خاصه في التمركز في الضربات الركنيه وفي الكرات العرضيه في الضربات الثابته. دي يمكن مشاكل منتخب انجولا على المستوى الدفاعي. كده يمكن احنا خلصنا منتخب انجولا، يمكن قلنا ابرز زي ما قلنا ملخص بقى منتخب انجولا سريعا كده، قلنا المدرب بيدربهم المدرب الصربي فاسيلوفيتش، ده عنده قلنا 46 سنه، ابرز انجازاتهم اتاهلوا لكاس الامم 8 مرات، وصلوا كاس العالم مره واحده 2006. اتكلمنا على نقاط القوه، قلنا تحركات المهاجم جيلسون دالا رقم 10، وقلنا الهداف بتاعهم الاكثر تاثير اللي هو ماتيوس اللي بيلعب في بوافيشتا البرتغالي. دول الاثنين دول مهمين جدا سواء ماتيوس او جيلسون دالا. وقلنا نقاط الضعف الضربه الركنيه والضربه الثابته والاختراق من العمق. المنتخب انجولا ده يمكن ملخص منتخب انجولا.